السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مشهد مباشر من الجبل الأسود. كما تشاهدون السحب كثيفة شرق الجبل الأسود. اليوم السبت 12 من شهر رمضان، جلسة رائقة في مطل الجبل الأسود بمحافظة الريث بجازان. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طلالة من الجبل الأسود. حياكم الله معنا هذا اليوم السبت 12 من شهر رمضان 1442 في مشهد مباشر من الجبل الأسود. ما شاء الله تبارك الله، السحب تتكاثف شرق الجبل الأسود. نسأل الله أن يغيثنا برحمته وأن يغفر لنا ويتقبل صيامنا.